السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو شويه مغاير، بغيت ندير واحد التغيير في هذا السيجور هذا، وقلت نشاركه معاكم. وقيله كاينه الاضاءه، غنحاول نهضم نسد الشرجم ونشعل الضو وغنشوف. ما عجبتنيش الاضاءه، نحاول نسد الشرجم ونشعل الضو. قال هكا احسن، واخا ملي كنشعلوا الضو راه كيتبدلوا الالوان، ولكن ماشي مشكل، هكا احسن. المهم البنات، نرجع معكم موضوع. انا ان شاء الله بغيت ندير واحد التغيير في هذا السيجور، يعني كي كتشوفوها هو سامبل عادي. المهم ما بقاش عجبني، ما بقاتش فيه الحياه، ولا شبه ميت. قلت بغيت ندير فيه واحد التغيير. المهم الافكار في بالي طبقتهم، قلت لي ما لا نشارك مع البنات قبل وبعد. دابا انا هاد المقطع هذا راه صورته قبل، يعني قبل، وصورت لكم المقطع ديال بعد، ولقيتهم في المونتاج، وغادي نوريكم قبل وبعد. بالنسبه للسيجو كي كتلاحظوا ها هو جا عندي على هذا الشكل هذا، انا غنرجع شويه الله على هذا الشكل هذا. عندي فيه هكا على اليسار عندي سداري 2 متر، الوسط سداري 2 متر، وهنا على اليمين عندي 3 متر، يعني سداري اونص عندي 3 متر. بالنسبه للطلمطات، هاد الطلمطات صراحه صدقوا لي غزالين غزالين، راه عندي مع شحال من عام هذا، واخدهم 70 درهم، صدقوا لي فنين. دابا هاد التغيير اللي بغيت ندير، يعني الا بغينا نديرو شي تغيير رخصنا، يا اما غادي نبدلو الفراش كامل، يا اما غنبدلو الطلمط كاملين. انا لا، غنخلي هاد الطلمط هادو وبيهم باش غادي ندير التغيير، يعني بحال غادي نحييهم. انا غنقرب لكم باش نوريكم هاد الطلمطات هادو، صراحة زوينين عجبوني، صدقوا لي زوينين. عندي وحدين اخرين كنبدل بهم، ولكن هادو عجبوني، هما اللي بغيت ندير فيهم التغيير. هانتوما شوفوا جا هنايا في الاحمر، وداخل فيه واحد اللوين رقيق، هانتوما بحال الباج، بحال مكسر شويه داك الاحمر، صراحة زوين. وبالنسبه للمخده انا مدخله فيه هاد اللون هذا، هاد اللون هذا ما هو خزي، ما هو مارو، ما هو باش حمل عام هو عندي، وانا هاد اللون هذا ما بغاش يتعرف ليا شنو هو. هانتوما شفتوا، يعني جا بحال الزيتي، داخل فيه شي شويه ديال الكحل، داخل فيه شي شويه ديال الباج، تواتى مع هاد اللون هذا. مخيطه لون خده بحال هكا، ما دايره لا سفيفه لا والو، دايره غير هاد الكوردون هذا هكا سامبل، ودايره هاد لي بوفان هادو. صراحه هاد لي بوفان طاحوا، هانتوما كي كتلاحظوا راهم خواو، ما بقاوش، نتوما عارفين الدراري واللعب هذا ما بقاوش كيما هكا. وحتى هاد الزواقه هادي ديالتهم طاح، طيروها الدراري، مشات يعني تكرفصوا عليه بمعنى الكلمه. وليت يكون عند وليدات صغار، راه هذا هو هانتوما كتشوفوا. المهم حتى بالنسبه للمخاد راه ناقصيني فيه المخاد، اكيد راه غنزيد المخاد. هانتوما شفتوها هي طايحه، هادي تا هي ديالهم، كانت هنا واحد السطيفه تا هي طيروها. وبالنسبه هنا كتشوفوني حاطه هنايا واحد البونجات هكا، بونجات عاديه لا علاقه لهم بهاد الطلامط، هادو دايرهم هنا على وديت وليداتي هنايا، حيت بعض المرات كياكلوا ليا هنا، كيطبعوا ليا الطلامط، كنقول لهم في هاد البونجات هادو هكا ندوزهم ولا تجيني في الطلامطات. المهم هو هذا، هانتوما شوفوا هو هذا، يعني انا قلت غنخلي الطلامطه ديالي وغندير التغيير في هاد السيجور، ودرتو وعجبتني النتيجه، وغنشاركها معكم، وانتوما غادي تعطيوني الراي ديالكم كيفاش جات. هانتوما المهم شنو درت، مشيت للسوق، السوق ديال التوب عندنا هنايا في سلاره معروف دوار الشيخ مفضل، وبديت كنقلب على نفس التوب، يعني انا بغيت نفس التوب. من حسن حظي لقيت، شنو لقيت؟ لقيت شنو لقيت؟ لقيت هذا، من حسن حظي لقيته عند مالي الكيلو، ماشي مالي المتراج، مالي الكيلو. شنو لقيت؟ لقيت 4 متر، ملي عبرتها لقيتها ب 70 درهم. اوه 4 متر ب 70 درهم، انا نورمالمون هذا راه شاريه 70 درهم المتر، 70 درهم المتر، انا لقيت طرف كبير فيه 4 متر ب 70 درهم. ما عاودتش مع الهضره، عبروا ليا، درتو في الساشيه جبتو، غيبقى خاصني هذا. هذا ما لقيتوش مع الاسف، لقيتو غير في المتر، باقي ب 70 درهم المتر. شوفوا البنات شحال من عام داز عليه، ومع ذلك باقي ب 70 درهم المتر، لانه توب صب وعاود.
غزال ما نقولش لكم عليه، حاليا راه باقي عند واحد السيد في دوار شيخ مفضل في شارع التوب، راه مازال عنده 70 درهم المترو. عندي عندي دراري صغار وكيكرفصوا ليا، ومع ذلك صبان ورد وبقاو زوينين. دونك هذا مادام لقيتو المتر يعني ما غناخدش منه بزاف، خديت منه غير شي حاجه قليله حيت بغيت نزيد مخده، ناقصاني مخده وغنزيد منه هكا شي حاجه. المهم خديت هذا منه، واقيلا خديت منه واقيلا غير شي متر ونص، هكا غير متر ونص. هذا كي قلت لكم 4 متر ب 70 درهم، ما كرهتش كون لقيت حتى 4 متر هكا ب 70 درهم ما نعاودش معاه الهضره. وهاد التويب هذا كان عندي صراحه في الدار، حتى هو في الاحمر غادي نكاسي به شويه، غادي نوريكم شنو غادي ندير به. هذا دابا هاد الطريفات هادو راه غير شاطو لي انا، راه خدامت الخدمه اللي غنوريكم دابا راه خدامتها. هاد الطريفات هادو راه غير شاطو لي، غادي نوريكم دابا شنو زدت فهاد السيجور وشنو دخلت فيه وبشحال طلعوا عليا. يعني صراحه ما كاين لا مجهود لا شي ثمن خيالي لا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه هكا بسيطه جددت بها السيجور ديالي. دابا حاليا غادي نشارك معكم كيفاش ولا. المهم دابا البنات هنا غادي نوريكم كيفاش رجع، هو ماشي شي حاجه واو شي حاجه خياليه، لا شي حاجه بسيطه، تعديلات هكا بساط اللي زدتهم فيه عطاه واحد الحيويه، عطاه واحد الشوفه جديده، واحد الشوفه زوينه. انا غادي نوريها لكم، ضروري ضروري تعطوني الراي ديالكم وتقولوا لي كيفاش ولا، هو اكيد راه احسن من اللي كان، غير هو ضروري التعليقات ديالكم كيفاش جاكم، كيفاش ولا، واش ضيعت الفلوس بزاف ولا ما ضيعتش. المهم دابا انا غادي نوريكم وانتم غادي تحكموا. البنات بالنسبه للتغيير اللي درت، شنو كنت قلت لكم انني كنت لقيت هاد التوب هذا، لقيته في سوق التوب، لقيت منه 4 متر ب 70 درهم. هاد التوب هذا هو صايبت به الكوات للسدادر كاملين كيف ما كتشوفوا، صايب الكوات للسدادر كاملين. وهاد التوب هاد الحمار اللي كنت خديته بالمتر، كنت خديت كملت منه، كانت ناقصاني مخده، زدت مخده وصايبت به هذا. هاد المخدات هادو حتى هما جاو على هاد الشكل هذا، جاو زوينين. وهاد الصيفات هادو حاولت نديرهم من نفس هاد التوب هذا، جاو صراحه حتى هما زوينين. ومن اللور ما درتش نفس الصيفات، درت هاد الصيفات هادو باش الا طلعوا لي دوك الصيفات فراسي نقلب عليه المخده ونلقى هادو حتى هما صراحه كيجيو زوينين. المهم حاليا انا دابا راه دايره هادو، ومن بعد ملي غيطلعوا لي فراسي وعاد غنقلبهم. بالنسبه لهاد لي بوفا اللي كتويتكم كانوا طاحوا ليا، ها همايا بدلت لهم البونج ديالهم وصايبت لهم هاد الصديفات هادو اللي كانوا طايرهم ليا ولادي نيت من نفس الثوب حتى هما صايبتهم. بالنسبه لهادي راه كتصايب غير درهم الوحده عند مالين صدايف كيغشيها لك، كتعطي حتى هي واحد المنظر. ما بغيتش ندير شي بروش ولا هكا كيصطيو او شي شوشيه كيطيروا هاد الدراري، فهاد الصديفات كيبقاو عمليين صراحه جزوينين. وهاد المخدات هادو اللي قلت لكم ها هما صايبتهم هنايا صغارين، فيهم واحد البريو، فيهم واحد اللمعان غزال، عطاو حتى هما واحد شويه ديال الحيويه وشويه ديال هذا في السيجور. المهم جا على هاد الشكل هذا صراحه جزوين. المهم تغير على اللي كان، رجعت فيه شويه الحياه. واحد القضيه غادي نشاركها معكم بالنسبه لهاد الكويت هادو، هاد الكويت هذا ملي نقلبهم لكم غتلقاو واحد اللون لا علاقه مع هاد الشيء كامل، غتقولوا لي هاد اللون هذا اشنو كيدير هنا. بغيت نقلب لكم هانتوما شوفوا شنو كاين
كاين لورانج. علاش درت لورانج؟ ملي بغيت نخدم الكواط شفت بعيد، قلت مثلا دابا انا غنخدم الكواط غير في هذا اللون هذا، غنحكم عليه باش غادي يمشي، بقى يمشي ليا غير مع الطلانط هادو. فانا عاجبني انني ندير واحد التفريشه بهذا بلورانج وندخل فيها الكحل، فقلت لي مالا نستغل هاد الكواط هادو ونديرو على جوج تفريشات. ملي نفرش هاد الطلانط هادو ها هو الكواط ديالهم، وان شاء الله ملي سهل الله وندير دوك الطلانطات اللي عاجبيني غنلقى هذا الكواط ديالهم واجد، يعني غير هذا غادي نقلبو، فلا داعي انني نعاود ندير كواط اخر. بالنسبه للخدمه راه نفس الخدمه، متقونه كي بحال من الفوق بحال من التحت، ما كاينش ديفو بصفه نهائيه، يعني ممكن تستعمليه على هاد الجهه او على هاد الجهه. داكشي علاش انا استغليت وقلت نديرو دو فاس باش نستغلو في جوج ديال التفريشات. وبهكا كيكون هذا هو السيجور ديالي صراحه، انا عجبني. ستعطوني نتوما رايكم، رجع فيه شويه ديال الانتعاش، رجعت فيه شويه ديال الحيويه، رجعت تشوفها فيه زوينه. بالنسبه للثمن انا ما تقامش عليا غالي بصفه نهائيه، حيت كنت قلت لكم داك الطرف الكبير كنت شريته كامل ب70 درهم، وشريت شي حاجه قليله من داك الاحمر. وبالنسبه داك العقيدات وداك الشيء راه صيبتهم غير بدرهم. بالنسبه للثوب ديال المخدات الصغار راه كان عندي في الدار. المهم توتال ديال هذا الشيء كامل تقام عليا ب800 درهم، يعني ب800 درهم. رجعت الحيويه في السيجور، رجعت النظره فيه زوينه، رجعت الجلسه فيه زوينه. بالنسبه للريدو انا دائما في الفراش ديالي كندير الريدو في البيج، الريدو في البيج او في البلون كاسي كيجيك مع جميع انواع الطلامط. كيف ما درتي اللون ديال الطلامط داك الريدو كيمشي معاه، اما فاش كديري الريدو في الالوان كيحكم لك على داك الطلامط اللي نتيا دايره. اون فوا كتحيديهم خصك تبدلي حتى الريدو. مع انا دابا مهبطه الشرجم، راه اللون ما واخدش حقه، راه ما باينيش مزيان، حيت ضاربه عندي الشمس بزاف، اضطريت اني نهبط الريدو شويه ونشعل البوله، كيكون واحد الاختلاف في الالوان، ولكن راه الفكره واضحه وباينه. المهم كنتمنى البنات انه يعجبكم. هذه كتبقى كفكره هكا الانسان يدير التغيير، يعني تغيير بسيط من لا شيء. مابقاش عاجبك واحد لي سباس في دارك ممكن تبدليه تغيريه، تحولي تحطي هذا هنا، تردي هذا هنا، يعني من لا شيء. هذه كفكره انني بغيت نشاركها معكم، حتى انا كيعجبوني بحال الافكار، كندخل كنتفرج بحال الافكار، تغييرات البسيطه يعني من لا شيء، نصايب شي حاجه زوينه. كنتسنى لي كومونتير ديالكم تقولوا لي صراحه كيفاش جا. المهم انا عجبني، فرحانه بيتها تقولوا لي كيفاش جا. وطبيعه الحال ما تنساوش ليا لي لايك ديالكم، وشكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف مره اخرى. وما نطولش عليكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.